النهاردة هنتكلم عن نوع ذكاء جديد وهو ذكاء الحركي أو الجسمي. هو من الاسم كده واضح انه شخص بيحب الحركة، بيحب النشاط، الأنشطة البدنية بشكل عام، التمثيل، الدراما، بيحب يمثل، يعني بيحب طول الوقت يكون النشاط معتمد على الحركة. فالطفل ده هنتعامل معاه ازاي؟ ببساطة جدا اي نشاط هنحاول نعلمه له او اي معلومة هنحاول نوصلها نخلي الطفل جزء من الوصول للمعلومة، يعني بيتحرك معايا، بيتفاعل، بيشكل بايديه بازل وبنركبه، بصلصال وبنعمل بيه اشكال. مثلا هعلمه برضو درس عن الاشكال، يعني فهنعمل على الارض، نرسم اشكال مختلفة على الارض ونطلب منه يلا بينا نجري بسرعة ونروح عند المثلث، يلا ننقل من المثلث ونروح عند الدايرة كده. هو الشخص ده بيتفاعل وبيستجيب اكتر وبيكون حاسس بشكل انه التعليم فيه جزء من المرح لما يكون بيتحرك. هنعمل مثلا ان الاشكال دي شخصيات ونعمل مسرحية كده ونمثل مع بعض ويبقى فيه دراما وفيه حركة واحنا بنتعلم، هيكون الطفل دايما مستجيب ومتفاعل، وبالنسبة له العملية التعليمية ما بتبقاش دمها تقيل لما بنكون دايما بنوظف موهبته في انه يتعلم بيها ويتفاعل من خلالها، فبتوصل المعلومة بشكل جميل وبيكون هو منجذب للي احنا بنقوله. ان شاء الله الفيديو الجاي نكمل بقية انواع الذكاء.